تمارين صباحية ممكن نسويها لأي شخص بيعاني من آلام وخشونة في العمود الفقري. شوي شوي كل تكرار للتمرين هاد بتكرره من 5 إلى 10 مرات ودائما مع شهيق وزفير. هاي الحركة الأولى. الحركة الثانية بدنا نحط إيدينا ورا ظهرنا ونحاول نرجع لورا قد ما نقدر، ونعيد الحركة هذه 15 مرات قد ما بدنا. الحركة الثالثة بدي احط ايدي فوق ظهري هيك فوق رقبتي وارفع لفوق شوي شوي زي عملية تجبيد وجبد وتنشيط لعضلات البطن والعضلات التنفسية، وظني في الوضعية هذه 5 ثواني وارد ارجع. الحركة الثالثة اللي هي بدكم تسووها وانتو قاعدين شوي شوي بدكم تعملوا الحركة هذه لورا قد ما تقدروا مع شهيق وزفير. شايفين شايفين بدنا نعمل نمسك في الكرسي طرف الكرسي بالطريقة هاي من ورا ونعمل عملية وتريح. بضلني رافع حالي 5 ثواني هيك 10 ثواني للعضلات كله هيك ينجبد والكتف يتحرك وعضلات الأكتاف وعضلات القفص الصدري، وابقى رافع راسي واطلع لفوق بالطريقة هذه. التمرين اللي بعده بدي استخدم البشكير فيه اللي اسهل حركة الرقبة وازيل هالخشونة شوي شوي. بحط البشكير بالطريقة هاي على الرقبة وبمسكه بالطريقة هاي شايفين، وبرفع وبالمناسبة يعني بضغط شوي بالبشكير في الاتجاه اللي اعمل عملية دفع اكتر. بخلص هاي الحركة 5 مرات بعدين بعمل على اليمين وعلى الشمال، بعدين باخذ البشكير وبنزله على المنطقة الصدرية لاني هلا بدي اجبد المنطقة الصدرية في العمود الفقري. هاي دائما بيكون فيها خشونة مع الانحناء الطويل على اللابتوب او على التلفونات، وبجبد وبسحب قد ما اقدر واوقف 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانية في هاي الوضع، يعني المفروض اضلني 30 ثانية وارد ارخي اخذ شهيق وزفير وارد اعمل مع ضغط في البشكير في المنطقة الصدرية. بعدين برد اوقف كمان مرة وبعمل الحركة هذه دائما كل اكم من تمرين بدي ارجع واسوي 10 مرات. بدي احط ايدي على كتفي بالطريقة هذه واحرك على اليمين وعلى الشمال وارفع كتفي لفوق واطلع لفوق نفسي.